ما سبب الجمود في المشهد السياسي في اليمن؟ حقيقة لا نستطيع أن نصف المشهد السياسي في اليمن بالجامد. هناك أنباء تحدث عنها سفير الاتحاد الأوروبي بالأمس في صنعاء، وكان متفائلا جدا عندما أكد لعدد من الصحفيين الذي التقى بهم أنه لن يأتي عيد الأضحى المبارك إلا وقد شهدت الأحداث في اليمن انفراجا نهائيا أو انفراجا كبيرا. على أي فالمشهد أساس؟ السياسي ليس هو سعادة سفير الاتحاد الأوروبي تحدث عن مقترحات تقدم بها الحزب الحاكم ولبى فيها حسب ما أكد معظم طلبات الأحزاب السياسية المعارضة والقوى الثورية. لكن للأسف الشديد النقطة التي أحب أن أؤكد عليها هنا أنه كلما أتى دبلوماسي غربي أو مسؤول في الدول الأوروبية يتحدث عن قرب انفراج في المشهد السياسي اليمني، يأتي بعده مباشرة مشهد عنف دموي في عدد من المحافظات اليمنية. حديث سعادة السفير بالأمس يتناقض تماما مع ما حدث اليوم في محافظة تعز التي شهدت لأكثر من 10 ساعات متواصلة ضرب مدفعي عنيف بشتى أنواع الأسلحة، وللأسف أن الضرب يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية. بالأمس اليمنيون تفاءلوا كثيرا بتصريحات السفير الاتحاد الأوروبي، لكننا اليوم تفاجأنا بحجم العنف الذي شهدته محافظة تعز اليوم ومنطقة أرحب المتاخمة لأمانة العاصمة في صنعاء. إذا نحن أمام مسارين مختلفين يقوم بهما هذا النظام. مسار يتحدث للدبلوماسيين الغربيين عن تقديمه تنازلات لخروج اليمن مما تعيشه من أوضاع صعبة، والمسار الآخر هو مسار العنف الذي يتم ممارسته فعلا على أرض الواقع. أيهما أسبق إذن سيد مسار راجح؟ سياسي يتم فيها الحديث في الكواليس ومسار عنف يتم تنفيذه على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس فإن المجتمع الدولي اليوم مدعو ليتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه هذه الدماء اليمنية التي استهتر بها هذا النظام وسفكها على مرمى ومسمع من العالم بأجمع. راجح بادي، كاتب ومحلل سياسي من صنعاء، شكرا لك.